إذا كنت تحب، إذا كنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح، فتأدب بأدبه. وتخلق بخلقه. عايز بتحب النبي صحيح؟ طب أنا قلت الكلام ده قبل كده في محفل احتفالي زي ده. يا ترى أنت متقن لعملك؟ يا ترى أنت صادق في كلمتك؟ يا ترى أنت بتحترم الناس وبتحافظ على حقوقهم؟ لو أنت عايش في مجتمع، بغض النظر على أن المجتمع ده أنت في حجمك كعدد يعني قد إيه، يا ترى الكلام ده احنا عملناه في مصر لما احترمنا اخواننا واشقائنا اللي موجودين معانا في وطننا وبنسعى الى مزيد من الاحترام ليهم؟ احنا لما عملنا ده كان الهدف منه حاجه واحده بس، ان احنا ناكد لهم ان احنا مساحه الاحترام والتقدير والمحبه للاخرين، لكل الاخرين، حتى الناس اللي هي لو قلنا ان في معتقدات اخرى احترمنا ده، مش قبلناه، ده احنا احترمناه، قبلناه واحترمناه، لان دي سنه من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الوجود. لن تجتمع الناس على دين واحد، لن. فاللي انا عايز اقوله للناس اللي في مصر واللي بره مصر، ان عشت في مجتمع فاحترم قيمه ومبادئه. وزي ما قلت مره قبل كده، ويمكن كتير يلوم عليا يقول يعني طب واذا كان الاخرين لا يحترمون قيمك ومبادئك؟ يعني اتصور ان دايما المروءه والخلق الحسن في النهايه له السياده، له السيادة، إذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا هختم كلمتي وأقول إني أعتقد ولا أظنني خاطئا عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية إلا ضرب من ضروب التطرف، عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين.